أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل البدع بيننا وبينكم. الدرس 21 بعد 100 من الجنة الداني في حروف المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله بعد. قال المراد رحمه الله تعالى القسم الرابع من أقسام حتى الناصب للفعل، هذا القسم فتلكفيون، فإن حتى عندهم تنصبوا الفعل المضارع بنفسها وأجازوا إظهار أن بعدها توكيدا، ومذهب البصريين أنها هي الجارة والناصب أن مضمرة بعدها وجوبا، أن مضمرة بعدها تكتب وجوبا. قال ويتعلق بها مسألتان، الأولى في معناها، والمشهور أن لها معنيين، أحدهما الغاية نحو قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي إلى أن يرجع إلينا موسى، وتأويله إلى رجوع موسى. والثاني التعليل نحو لا أسيرن حتى أدخل المدينة، أي لكي أدخل المدينة، لدخول لا أسيرن لدخول المدينة. قال وعلامة كونها للغاية، هذا ضابط، وعلامة كونها للغاية أن يحسن في موضعها إلى أن أدخل، وعلامة كونها للتعليل أن يحسن في موضعها كي أدخل إلى أن يرجع. قال وزاد ابن مالك التسهيل معنى ثالثا، وهي أن تكون بمعنى إلا أن، وهي أن تكون بمعنى إلا أن، فتكون بمعنى الاستثناء المنقطع كقول الشاعر ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل إلا أن تجود. قال وهو معنى غريب ذكره ابن هشام وحكاه البسيط عن بعضهم، وقول سيبه في قولهم والله لا أفعل كذا إلا أن تفعل، والمعنى حتى أن تفعل، ليس نصا على أن حتى إذا انتصب ما بعدها تكون بمعنى إلا أن، لأن ذلك تفسير معنى ولا حجة في البيت لإمكان جعلها فيه بمعنى إلا أن تجود وما لديك بخيل، يعني غاية الجود أن تجود من القليل، أن تجود من القليل يعني من الموجود ولو كان قليلا، هذا هو السماحة، وهذا هو الجود والكرم، ليس العطاء من الفضول سماحة، يعني ليس العطاء من الزيادة، يعني لا تخرج، يعني لا تكرم إلا بزائد، هذا ليس من السماحة، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. وهو معنى غريب ذكره ابن هشام وحكاه الله البصير، نعم قرأناه، هذا تعليق على معنى البيت. والشاعر هو المقنع الكندي، شاعر هو المقنع الكندي، والفضول كما الفضل هو الزيادة والسماح الكرم. قال الثانية المسألة الثانية، ما شرط الفعل المنصوب بحتى أن يكون مستقبلا أو مؤولا بالمستقبل، منه قراءة غير نافع. ما معنى مؤولا بالمستقبل؟ يعني منزل منزلة المستقبل، منزل منزلة المستقبل، يعني يكون مستقبل إخبارا، يكون مستقبل في الإخبار، ينزل منزلة الحال. ما معنى مؤولا بالمستقبل؟ ينزل منزلة الحال أو منزلة الاستقبال. قال مؤول المستقبل منه قراءة غير نافع حتى يقول الرسول، فهذا مؤول بالمستقبل، ومعنى ذلك أنه فعلا قد وقع، ولكن المخبر يقدر اتصابه بالعزم عليه حال الإخبار فيصير مستقبلا بالنسبة إلى تلك الحال فينصب. وإن كان الفعل حالا أو أولا بالحال رفع إذا كان سبق لسان، إذا كان يعني مستقبل أو مؤولا بالمستقبل، إخبار عن المستقبل، أما الحال فيجب الرفع. قال وإذا كان الفعل حالا، ما معنى حالا؟ يعني وقت التكلم، أو مؤولا بالحال، يعني منزل منزلة الحال، فالحال نحو سألتك حتى لا أحتاج إلى سؤال، يعني حالا في حال سؤالك. والمؤول بالحال قراءة نافع وزلزله حتى يقوله،
والمراد بالمؤول بالحال أن يكون الفعل قد وقع فيقدر اتصافه بالدخول فيه، يعني تكون حال تقديرية، تكون حال تقديرية، يقدر كأن الفعل وقع حال التكلم، يقدر كأن الفعل وقع وقت التكلم تماما. قال والمراد بالمؤول بالحال أن يكون الفعل قد وقع فيقدر اتصافه بالدخول فيه فيرفع لأنه حال بالنسبة إلى تلك الحال. وهنا تنبيهات: الأول إذا كان الفعل حالا أو مؤولا به فحتى ابتدائية، الثاني علامة كونه حالا أو مؤولا به صلاحية جعل الفاء في موضع حتى، ويجب حينئذ كونها كون ما بعدها فضلة متسببا عما قبلها، يعني قول مسببا أي نتيجة، وهذا يعتبر ضابط إذا كان الفعل حالا أو مؤولا به فحتى ابتدائية، حتى حرف ابتداء، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني قال الثاني علامة كونها كونه حالا أو مؤول به صلاحية جعل الفاء في موضع حتى، هذا ضابط من أحسن الضوابط، صلاحية جعل الفاء في موضع حتى، ويجب حينئذ كان ما بعدها فضلة. متسببا عما قبلها أي نتيجة. وما معنى ما بعدها فضلة؟ يعني من بعدها من باب الفضلات، أي ليس خبر لمبتدا قبل حتى، ولا فاعل لفعل قبل حتى، هذا معنى فضلة، ليس معنى فضلة زائد، لا، وإنما معنى فضلة أي لا يكون ما بعد حتى خبرا لمبتدا قبل حتى، ولا يكون الاسم بعد حتى فاعلا لفعل قبل حتى. قال الثالث قد فهم، الثالث قد فهم من هذا أن الرفع امتنع في نحو كان سيري حتى أدخلها، إذا جعلت ناقصة، لأنه لو رفع لكانت ابتدائية فتبقى كان بلا خبر، وفي نحو سرت حتى تطلع الشمس لانتفاء السببية خلافا للكوفيين، وفي نحو ما سرت أو وفي نحو ما سرت أو أسرت حتى تدخل المدينة، مما يدل على حذف غير واجب، لأنه لو رفع لزم أن يكون مستلها مقطوع بوقوعه، وما قبلها سبب له، لأن السير ليس سبب لطلوع الشمس. وأيضا انتهاء السير كان سيري، يعني حصل سيري، فحصول السير ليس ماذا؟ ليس سبب لدخول المدينة. قال وما قبلها سبب له، وذلك لا يصح، لأن ما قبلها منفي في نحو ما أسرت، ومشكوك في وقوعه في نحو أسرت، فيلزم وقوع المسبب مع نفي السبب أو الشك فيه. وأجاز الأخفش الرفع في نحو ما سرت حتى أدخل المدينة، فقيل هي مسألة خلافية بينه وبين سيبويه، وقيل إنما أجازه على أن يكون أصل الكلام واجبا، ثم أدخلت أداة النفي على الكلام بأسره، فنفيت أن يكون عنك سيرا كان عنه دخول، فنفيت أن يكون عنك سيرا كان عنه دخول، يعني حصل منه دخول. قال ابن عصور: هذا الذي قاله جيد، وينبغي ألا يعد خلافا، لا يلتفت إلى الخلاف أصلا. قال القسم الخامس: حتى التي بمعنى الفاء، اعلم أنه قد تقدم آنفا أن حتى إذا رفع المضارع بعدها لكونه حالا أو مؤولا به فهي كالفاء في إفادة معنى السببية، وتصرع الفاء في موضعها، ولكنها مع ذلك حرف ابتداء لا حرف عطف، لأن حتى العاطفة لا تعطف الجمل عند الجمهور، إنما هي في عطف المفردات خاصة. وذهب أبو الحسن إلى أنها إذا كانت في معنى الفاء فهي عاطفة وتعطف الفعل على الفعل، وذلك إذا دخلت على الماضي المستقبل على جهة السبب، نحو ضربت زيدا حتى بكى، ولا أضربنه حتى يبكي. وثمرة الخلاف أن الأخشى يجيز الرفع فيه يبكي على العطف، والجمهور لا يجيزون فيه
والجمهور لا يجيزون فيه إلا النصب. والجمهور لا يجيزون فيه إلا النصب. قال ويتعلق بعدة فروع كثيرة وفيما ذكرته كفاية. ما ذكرته كفاية هذه أصول، يعني أصول المادة أصلا. قال فائدة في حتى ثلاث لغات المشهورة حتى وإبدال حائها عينا عتى، وهي لغة هذيلية ولغة هذيل، وبها قرأ ابن سعود ليسكننها عتى عتى حين. وإمالة ألفها وهي لغة يمانية حتى. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا هو درس اليوم، وغدا نأخذ حاشية بإذن الله سبحانه وتعالى.